علي ناصر القردعي البطل الجمهوري ومطلق الرصاصة الأولى في وجه المشروع الإمامي، لماذا لم يأخذ الرجل حقه في التراث الجمهوري ووجدان الشعب اليمني؟ وكيف يحاول الإماميون اليوم تشويه صورته ومحو تاريخه البطولي في مقاومة الإمامة؟ إلى المساء اليمني، أهلا بكم. يصادف اليوم 17 فبراير ذكرى مقتل الإمام يحيى حميد الدين على يد الثائر البطل علي ناصر القردعي عام 1948. أطلق القردعي الرصاص على الإمام المستبد، فكانت الطلقة الأولى في نعش الإمامة وبداية النهاية لقرون من الظلام والغبار والاستبداد. لم يأخذ القردعي ولا رجال الحركة الوطنية الأوائل حقهم في الثقافة الجمهورية والمناهج العلمية والوجدان الجمعي لليمنيين طوال 5 عقود من قيام الجمهورية. واليوم ومع عودة الإمامة بنسختها الحوثية، تطل علينا أصوات كهنوتية تحاول طمس تاريخ الثوار الأحرار وإظهارهم على أنهم قتلة ومجرمون وخارجون على ولي الأمر. وبالمقابل نشطت أصوات جمهورية تحيي التراث الجمهوري وتبين بشاعة المشروع الإمامي الكهنوتي ومخاطره على النسيج الاجتماعي وكرامة الإنسان اليمني. هل تم توثيق تاريخ الحركة الوطنية منذ بداية القرن الماضي؟ وأين هو دور النخبة السياسية والفكرية والثقافية في تعزيز الثقافة الجمهورية لدى اليمنيين والتي تتعرض لتجريف حقيقي على يد الحوثيين السلاليين؟ يا بندقي قولي لهم جمهورية، هذا الصنم يسقط وذا شعبي معي يسعى إلى دولة نظام دستورية، ما همني من بعد قتله مصرعي، أهم شيء تحيا اليمن جمهورية. بهذه الكلمات أعلن علي ناصر القردعي البيان رقم 1 لثورة اليمنيين الأولى في التاريخ المعاصر، وأطلق من بندقيته الرصاصة الأولى في رأس الإمام يحيى ومشروع الإمامة في اليمن في ذات الوقت. أشعل القردعي ورفاقه ما سمي بثورة الدستور ضد نظام الكهنوت الإمامي في فبراير من العام 1948. كان أول هدف الثورة التخلص من الإمام يحيى حميد الدين، لكن خطة الثوار لم تكتمل، فقد أخفق الهدف الثاني وهو التخلص من الإمام أحمد الذي كان يحكم تعز. فر الإمام أحمد إلى حجة وبدأ بتأليب القبائل وتكفير من قاموا بالثورة والدعوة إلى قتالهم، ولم تمضي أسابيع قليلة حتى تمكن من اجتياح صنعاء والعودة إليها حاكما من جديد. كانت ثورة الدستور أولى محطات الثورة من أجل الجمهورية والكرامة، تلتها محطات أبرزها محطة 1955، ومن ثم محطة ثورة 26 سبتمبر الخالدة في عام 1962، والتي قضت على نظام الكهنوت الإمامي وأعلنت ميلاد الجمهورية اليمنية. اليوم وبعد أكثر من 70 عاماً على الشرارة الأولى ضد مشروع الإمامة، لا يزال هذا المشروع يشكل خطراً وجودياً على الجمهورية والدولة اليمنية وينهش في نسيجها الاجتماعي وكيانها الوطني. شكل انقلاب الحوثيين الإماميين اليوم صورة مكثفة لذات المشروع الكهنوتي المستبد الذي نكل باليمنيين منذ مئات السنوات. كان القردعي أديباً وشاعراً مفوهاً، وخاض مساجلات شعرية مشهورة مع عتاولة الإمامة بالحرف والكلمة، وقد شكل إنتاجه الأدبي تراثاً ثورياً ووطنياً ملهماً في مقارعة الإمامة وحكامها المستبدين. قتل الإمام أحمد الثائر القردعي وعلق رأسه في مدخل صنعاء، لكن روح القردعي سكنت وجدان آلاف اليمنيين عبر الأجيال اللاحقة، وأنجبت الأرض 1000 قردعي يقاومون الإمامة والاستبداد اليوم ويواصلون نهجه في خوض معركة الكرامة والمواطنة المتساوية لكل اليمنيين. إذن مشاهدينا، أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من المساء اليمني والتي نخصصها عن البطل الجمهوري علي ناصر القردعي، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المقبلي الكاتب والناشط السياسي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا سامي، أهلا وسهلا. نبدأ بالحديث عن
الشخص علي ناصر القردعي أم عن دوره في ثورة 48؟ من أين تفضل أن تكون البداية؟ والله البداية تكون من حيث بدأ القردعي، والحديث عن هذا الرجل لولا الضرورة الفنية للبرنامج لتحدثت عن هذا البطل واقفا، فمثل هذا الرجل يستحق الحديث عنه واقفا باعتباره كان الفاتح الأول في تاريخ الحركة الوطنية الحديثة، وكان أيضا شخص متعدد الأوجه، من بينها ما هو معروف ومن بينها ما ليس معروف للرأي العام. وأنا سأبدأ بما ليس معروف في الرأي العام عن القردعي في هذا الحلقة المهمة وفي هذا البرنامج المهم الذي وثق لكثير من رموز الحركة الوطنية. الجانب الذي لا يعرفه الرأي العام عن القردعي أنه شخص متعدد المجالات، فيها مجالات لم يعرفها إلا الباحثين الذين نقبوا في تاريخ الحركة الوطنية. وسأبدأ بالقردعي كرجل دولة. هذا الرجل الذي نشأ في بيئة اجتماعية يعتقد الكثير أنه رمز اجتماعي فقط، وشاعر وثائر وشجاع، نسجت حوله الكثير من الأساطير، من بينها مواجهة للنمر الذي أنتزع أنفه واحتل في المخير الشعبي، بطل أسطوري، لكنه كان رجل دولة. سأقول لك أخي سامي كيف كان رجل دولة. هذا الرجل أسس دار الحكم في حريب، ولا تزال آثاره باقية حتى هذه اللحظة من 3 أدوار، وكان ينادي بفكرة الحكم المحلي، هو أنه بعد خروج الأتراك من اليمن وقيام حكم الإمامة بقيادة يحيى حميد الدين أسس دار للحكم في حريب، وكان يقول للإمام لا تقرب مراد ولا تقرب مارب، وكان هو الحاكم الفعلي لدار الحكم، وشهد عنه الكثير من الصفات من بينها صفة العدل. وحينما أدرك الإمام أن هناك رمز اجتماعي بدأ يؤسس لحكم محلي في حريب، بدأ الإمام ينزعج من ظهور رموز اجتماعية لها علاقة بالوطنية اليمنية الحديثة وبالذات من الوسط القبلي، فبدأ مباشرة يستدعيه إلى صنعاء، وهنا سجن القردعي في سجن صنعاء، ونصب الإمام حاكم له من بيت الغيلي. في أي عام هذا كان؟ في عام 1936 على وجه التحديد. وحينها القردعي عندما أدرك ذلك كان يمتاز أيضا من الدهاء السياسي، رغم أن مستواه التعليمي لم يكن بالمستوى المتقدم، ولكن ذكاؤه الاجتماعي وفطرة الشخصية اليمنية وخبرته ومراسه في الحياة، فأرسل إلى أهله في مراد أن ينقلبوا أو أن يواجهوا الحاكم الذي نصبه الإمام بديلا عنه، وهو سيتخذ الطريقة المناسبة للخروج من صنعاء. وحينها تم قتل عامل الإمام في تلك المنطقة، وكان يقول له مراد محرمة عليك. وحينها فكر القردعي بمواجهة الحارس للسجن وانقض عليه وخرج، وهنا بدأ يحس أن الشوامخ التي فر منها وكان مسجون في حدة الذي أصبحت مدينة راقية الآن، وكانت في عهد الإمامة منطقة خلاء ومناطق للسجون، أعتقد أن الشوامخ ستعيره وستقول كيف أيها الثائر اليمني الحميري ستفر. فقال يا ذي الشوامخ يا ذي بديتي، ماشي على الشارد ملامة، قولي ليحيى بن محمد ما نلتقي يوم القيامة. طيب سنتحدث بالكثير من التفاصيل عن القردعي، والآن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ أحمد محمد مسعد القردعي، وهو حفيد الشهيد علي ناصر القردعي. يبدو أننا فقدنا الاتصال أو هو ما زال معنا على الهواء. أهلا بك شيخ أحمد. طيب سنعاود التواصل معه لاحقا. التعليم كان يبدو مهم بالنسبة للشيخ علي ناصر القردعي، لذلك قيل أنه جلب له مدرس خاص وأسس مع والده. نعم، مثل ما ذكرت، في اليمني الذي يحس بذاته اليمنية فطرة ما يمكن أن نسميها بالذكاء الفطري، هو شغف اليمني عبر التاريخ أيا يكون مستواه العلمي إلى المعارف والعلوم، وهذا نلاحظ عبقرية اليمنيين في الحركة الوطنية في التي بدأت الوطنية اليمنية من منتصف الثلاثينات. كان روادها لهم علاقة بالعلم، بما في ذلك الرموز الاجتماعيين الذي جاءوا من الأوساط القبلية الأكثر حرمانا من التعليم، من بينهم علي بن ناصر القردعي، فجلب له والده المعلمه الخاص، لكن كان لديه من الشعر والخيال ما يجعلك تشعر أن هذا الرجل ذو خبرة كبيرة في مجال الأدب والفن، بل إن الصور الخيالية الذي في شعره الشعبي تجعلك تقف أمام أديب كبير جدا. طيب نعود لنتحدث عن مساهمته في الأدب والشعر، ونرحب مرة أخرى بالشيخ
أحمد محمد القردعي حفيد الشهيد. أهلا بك شيخ أحمد. حياك الله، مرحبا بك، مرحبا بقناة بلقيس، ومرحبا بالضيف الجميل الأخ محمد المقبلي. محمد بدأ بالاستعراض، شيخ أحمد بدأ باستعراض كثير من التفاصيل ربما على الشهيد علي ناصر القردعي، إذا كان لك من تعليق على ما ذكره ضيفنا هنا في الاستوديو، وأيضا يمكن أن تتحدث معنا أيضا عن أبرز المراحل النضالية للشهيد علي ناصر القردعي، تفضل. والله بالنسبة للشهيد المناضل الشيخ علي ناصر القردعي الملهم للثورات، لأن ثورة 1948 17 فبراير 1948 كانت الثورة الأولى في الوطن العربي، كانت ثورة على ظلم، على طغاة، في زمن كانت المنطقة الشرقية تسمى في زمن القبيال، كان الإمام يحاول أن يغزوها ويبحث العلاقات مع مشايخها ويبحث أن يكون له موضع قدم في هذه المناطق، فرفضوه لأنهم يروا ما يحدث من ظلم للقبائل التي تحت وطأة حكم الإمام. فكان بداية القضية أنه اجتمع عبد الله بن أحمد الوزير بالشيخ علي ناصر القردعي ومشايخ مراد في زمار، فقاموا بحلفمة وعلى أساس أنهم قالوا احنا بنساعدكم في أي مواقف معكم ضد أي موقف تطلبوا أن نكون فيه. حدثت أول حرب مع أصحاب البيضة، فتوجه جيش الشامي وجيش الوزير إلى البيضة فطلبوا الشهيد علي ناصر القردعي وقومه، فقال سوف أذهب لوالدي لأن والده عاد حي، سيدي ناصر مسعد أبو علي ناصر وأبو مسعد ناصر، فذهبوا إليه وطلبوا منه العون أن يواجه هم أهل البيضاء الحميقان، فتوجهوا إلى هناك في الأيام التي قال فيها الأذاب الذي قال يا درب الدين ناعم يا حيد السماء بتخبرك كم جت من القبلة زيود 65,000 دي عديتنا من عسكر الشامي توطي لي الحيود، هذاك التاريخ. فبقيوا مراد في نفس الحملة، فكان هناك حرب مستديمة لمدة شهرين، وعلى الحميقان ومن معهم من أهل بيضاء يردوا جيش الإمام على أعقابه، ومراد يرفضوا أن يدخلوا. آخر مرة قال يا قردعي نريد منكم أن نرى ماذا ستعملوا في هذه الحرب، فتوجهوا وتقاتلوا هم وأبطال آل حميقان يوم واحد فقط، قالوا ما حد يدخل معنا احنا بنقاتل لحالنا، فقاتلوا في نفس اليوم انتصروا على إخوانهم آل حميقان وعادوا إلى المطارح التي فيها الشامي وهم يضربوا الزامل يقولوا في زامل عندما وصلوا إلى المعركة بيقولوا لا مصبحت نعوة مطيعة، بيقولوا أبدع لكم يا أهل البنادق دي في مجاريها وضيعة، ظلت تردد في المحاجي لا مصبحت نعوة مطيعة. فقال الشامي كيف أنتم انتصرتوا في يوم، وإحنا قالوا بكرة بيجوا إن شاء الله بتشوف الخبر. اليوم الثاني وصلوا على الحميقان مسلمين ومقدمين الطاعة وهم يدوا زامل، يقولوا قال الحميقاني صليب الراس من ريخ راسي من حديدي لوم المرادي دي له القلاس ما جيت ترح اللي تسيدي. طيب شيخ هالمعرفة. طيب شيخ تبقى معنا، على الهواء عبر الهاتف من القاهرة، وأعد ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المقبلي. إذا جاز للتعبير والتوصيف، اليوم الفيسبوك اليمني ربما هناك حالة، قال أحد الزملاء تقردع الفيسبوك اليمني، لماذا برأيك كل هذا الاحتفاء؟
بعلي ناصر الكردعي؟ والله بقول لك رغم مرارة هذه الحرب لكن الجانب المشرق فيها هو إحياء هذه الرمزيات. أنا دائما أراهن أن هذه الجائحة الحوثية باستهدافها للرموز الوطنيين ولا زلنا في مراحل الحرب تعيد إحياء هذه الرمزيات من جديد، لأنها تمس شخصيات حاضرة في وجدان اليمنيين، لكن هذه الشخصيات كانت لم تعطى حقها في التراث اليمني ولا في المناهج الدراسية ولا في الإعلام الرسمي. واحد مثل فاتحة المشروع الوطني مثل علي بن ناصر القردعي ينبغي أن تصك صورته في العملة الوطنية كواحد من أبطال الكفاح، ولا يزال أثر وروح القردعي حاضرة. الزميل العزيز أحمد القردعي حفيد القردعي أنا عرفته في الحوار، هو من أرجل الناس وأكثرهم نزاهة ونضج، وهو من ضمن من ساغوا مشروع الدولة اليمنية الحديثة في مخرجات الحوار الوطني. لكن عندما مست هذه الجائحة الحوثية من قبل شخص كان أيضا ضمن تركيبة النظام السابق، رمز من رموز الذات اليمنية علي بن ناصر القردعي، اليمنيين بسبب الوعي وبسبب الذاكرة وبسبب عصر الميديا حولوا هذا اليوم إلى يوم للإيقونة. وأنا سأقول لك نحن محظوظين بهذه الجائحة الإمامية الذي قال عنها صحفي نبيل السبيع. صحيح أنها أسقطت الحركة الوطنية لكنها أسست للحركة الإمامية الأخيرة في تاريخ اليمن. لماذا؟ بسبب حفظ الذاكرة الذي تطرقت إليها يا سامي، أنه الذاكرة الشعبية لم تعد شأن السلطة، أصبحت شأن شعبي بسبب وجود الميديا. ستظل الذاكرة اليمنية محفوظة وسيظل الرموز اليمنيين مخلدين، وأنا أعتقد أن سنوات ازدهار الذاكرة اليمنية قد بدأت منذ أن وعى هذا الجيل الجديد المتمرس على التكنولوجيا. طيب الجيل الجديد حتى يكون واعي أكثر، ما الذي يجب اليوم على هذا الجيل معرفته مثلا عن الرمز علي ناصر القردعي وباقي الرموز الجمهورية؟ هو أن يتعرفوا عليهم، أن يتعرفوا عليهم روحا وفكرا وسلوكا، ولن يعود أمامنا عذر، وبالذات نحن الجيل الحديث. التكنولوجيا موجودة أمامنا، الإنترنت موجودة أمامنا، القراءة والكتابة واسعة، فلم يعد أي عذر أمام الأجيال هذه اليمنية الجديدة إلا أن تمتلك الإرادة وأن تمتلك الإحساس بالانتماء لهذا التاريخ اليمني ولهذه الرموز اليمنية، وتحصن الأجيال فكرياً لكي لا تتكرر الجائحة من جديد. طيب أعود لضيفنا من القاهرة الشيخ أحمد. شيخ أحمد، هناك روايات متعددة حول مقتل الشهيد علي ناصر القردعي، نريد أن نسمع منك عن الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة، شوف أنا كنت دخلت معك على أساس أن الوقت واسع وأن واسع الوقت ما زال واسع، وهذه الحلقة مخصصة بطولها ساعة للاحتفاء بالشهيد علي ناصر القردعي. سندعمكم بالمعلومات الصحيحة. فزي ما قلت لك عاد علي ناصر القردعي ومراد بعد الحرب في البيضاء، فقام الإمام وطلب الشهيد علي ناصر القردعي وقال يا قردعي أنا أريد، وطبعا توفى سيدي ناصر مسعد وتوفى جدي مسعد ناصر رحمهم الله جميعا، فتولى الشيخه الشهيد البطل الثائر علي ناصر القردعي، فطلبه الإمام وقال نريد إن احنا نرسل قوة إلى المناطق الشرقية، فرفض، فسجن 5 سنوات، بقي في القلعة 5 سنوات، خرج من إحداها، كان معه في السجن البطل المناضل الشهيد الشيخ علي عبد رب الحميقاني، مرة خرج لحاله واكتسر من عرض قلعة نقم، والمرة ورجعوه إلى السجن وبقي 3 سنوات، وأخيرا خرجوا من البوابة عندما قال، والقردعي قال هزه فوج الافواجي وانا في الحيد متعلي على الابهاج، قال صلدي قفين اغصان له تاجي وبندقي في ايماني رسمها ابو تاج، وانا احمدك الذي سهلت مخراجي من قصر فيه الورش والقيد والصناج وسبعه ابواب ديب ميات انشاجي ومبهمات القيود، السود والصناج ما اليوم قدني على راحه وبرهاجي من كف خلاق ماله للجزاء محتاج، يا دي مسرج سراجي كمل يا ناجي كف الطلب قبل ما يهدى لك الحواج. طبعا وخرج واتجه إلى المحافظات الجنوبية وهي شبوة التي استقبلت آل القردعي وصرهم الذين شردوا في أيام وسموهم المفسدين وبقيوا في مرخة
عندما كانت هناك استقبالات من جميع أبطال القبائل الشرقية بما في ذلك ناس من السادة الذي هم أصحاب الهجر الذي هم ناصر بن العاقل الحاج الذي قال زامله المشهور حي الله الليلة قدوم القردعي الشيخ بيقسم على الدنيا عياه القردعي عندي ولا بدي حد والموت عند القردعي ولا الحياة. وهناك زوامل كثيرة بينه وبينهم، فبقي هناك فترة طويلة وتوسطت قبائل اليمن وعادوا به إلى صنعاء، منهم مشايخ البيضاء ومشايخ اليمن كامل، فأعطوه إلى صنعاء ويقولوا له يا قردعي احنا بنرجعك ولكن نرجو انك لا تكلم الامام ولا تقول شيء. قال توكلنا على الله، توسطوا ورجعوا الى صنعاء. فعندما وصل لباب المقام جاب زامله المشهور ويقول يا بل حسن يا ضاو في قطر اليمن جينا نزورك لا مقامك واللوى مولى الغلاب حن والمورود ون وانت السبب والغوث والدا والدوى. فقالوا ما نقدر نشل هذا، قال شلوه أنا صاحب الموجع يسمعه وهو صاحب الظلم. فعلي ناصر القردعي لم تأتي ثورته زي ما قال السفيه عبد الله الحضرمي إنه معجور، هو جلس يناصب الإمام ويواجهه لمدة من 1932 إلى 48 وهو دقدق حصون آل القردعي وحصون المناضلين في كل مكان، ما تركوا لنا قائمة في بلادنا. فلن تأتي ثورة إلا ضد ظلم، لن تكون لجل شخص بعينه، لجل حاكم، ولكنها لجل حاكم ظالم كهنوتي يؤمن بالسحر، يؤمن بأنه درجة أرفع من درجات الناس. لن يقبل هذا حكم كهنوتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينتسبوا إليه هؤلاء الذي يقولوا أنهم على البيت. هو لنا جميعا، هو أرسل إلى الناس كافة ولن يرسل ليظهر علينا ناس متغطرسين وناس مدعين من على البيت وهم من الديلم ومن إيران وكذا. طيب شيخ أحمد، الحمد لله. طيب الرواية الصحيحة حول مقتل الشهيد علي ناصر القردعي، الرواية الصحيحة المقتل عن ناصر القردعي بعدما حددوا موعد الثورة في صنعاء طلع نزل بلاده وجاب معه قوم ودخل إلى صنعاء وأعد نفسه للثورة وجاء وأخر موعد الثورة 10 أيام حتى يرتب وضعه مع الإخوان المناضلين والثوار. فقاموا يتكلموا ويقولوا كلا وله مهمة، إيش مهمتك يا قردعي؟ قال خلوني العسرة. قالوا ما معنى عسر إلا الإمام. قال الإمام الإمام. فقام وتوجه إلى حزيد سواد حزيد والتقف الإمام هو من معه من أبطال مراد وهارون والحسيني. والحمد لله أول طلقة كسرت الأسطورة الذي كانوا يقولوا أن جسمه مصرف لا يقطع فيه الحد ولا يقطع فيه الرصاص، وقتله وقال قصيدته المشهورة المعروفة ارتجلها في نفس الموقف. وبعد ما قتله عاد والتقى بالوزير في جربة المدافع في القصر وتحمل مسؤولية جبل نقم من الحفا إلى سعوان إلى دار الحي، وقال هذه مهمتي أحميكم من هذه المنطقة. فبقي هناك يقاتل، فأتى الإمام أحمد من اتجاه حده، وعندما قال زامله العلمي العلوم المهمة ليش ضرب اليوم فيه اختلافي، أفرقت من حيث كانت ملمة وردمت من حيث من الجو صافي، لأنه جاء من الاتجاه الغربي الشمال الغربي للصدع. فقاتلوا بعد أن سقطت صنعاء كاملة هو قومه، وأخيرا نزل من قلعة نقم هو الباقين معه من الأبطال المقاتلين ونزل إلى طرف صنعاء قريب من ريمة حميد
وبدأ الاشتباك من هناك واستمر الاشتباك حتى قتل في شعسان في طرف بلاد خولان وطرف بلاد سبحان، وقتل هناك هو والشهداء الذي قتلوا معه لن يبقوا إلا اثنين فقط والباقين استشهدوا، منهم ناصر صالح العقال، منهم عبد ربه علي القردعي، منهم عبد الله قاسم بحيبه، كثير جدا لا أثق أن أذكرهم لكم. فقتل في هذه المنطقة لن يسلم نفسه، ولكنه قاتل حتى آخر ما قاتل بالجنب حقه وناصر العقال رحمهم الله، وماتوا وهم يدافعوا عن العرض والكرامة وعن اليمن، ومن أجل أن يوجدوا لليمن مخرج من هذا الحكم الكهنوتي الظالم. أشكرك جزيلا شيخ أحمد محمد مسعد القردعي. بعد أن قتلوه أرسل الإمام معلق رأسه في باب اليمن، وبقي رأس علي ناصر القردعي معلق في باب اليمن، لن يجرؤ أي يمني أن ينزله، أن ينزله لمدة 3 أشهر. وأخيرا أخذه أحمد عبد الله نخران الله يرحمه من قبائلنا الكثير ودفنه وعلموا وتابعوا حتى أخذوه وحبسوه، لن يخرج إلا في أيام ثورة سبتمبر. أشكرك جزيلا الشيخ أحمد محمد مسعد القردعي على كل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل في سيرة ومسيرة البطل الجمهوري علي ناصر القردعي رحمه الله. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. أستاذ محمد المقبلي، إذا ما تحدثنا عن موقع الشهيد القردعي في ثورة 48 الثورة السورية، كان موقعه موقع الفاتح، صاحب الفكرة الأولى الذي من خلالها استطاع ثوار 48 أن يضعوا مشروعهم السياسي، وهذه كانت ميزة الثورات اليمنية والحركة الوطنية، أنها كانت تمتلك مشروع سياسي وكانت تمتلك رؤية وكانت متدرجة في رؤاها الوطنية. وكانت فكرة ثورة 48 الثورة الدستورية هي فكرة إصلاح دستوري تدرجي يؤسس لتحولات قائمة على فكرة الوطنية الحديثة. هو عندما بدأ فك هذا القداسة، هذا الخرافة، قتل شخص ارتكب العديد من الجرائم، يحيى حميد الدين، قتل العلماء، كان متسبب في مجاعة 1942، وهو صاحب العبارة الشهيرة الذي عندما سألوا قالوا الناس يموتون من الجوع، قال من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. ومات ضحية هذه المجاعة آلاف البشر، كان بسبب سياسة ونظام حكمة، بينما كانت الحبوب في مدافن السلالة التي كانت حاكمة في تلك المرحلة، زج بالعديد من العلماء، أشعل الحروب القبلية، حاول كثيرا أن يستدرج القردعي من بينها استدراجه وإرساله إلى شبوة لمواجهة البريطانيين لكي يقتلوا، لكن مع ذلك نجى القردعي من تلك الطريقة الذي حاول الإمام فيها أن يستدرج إلى شبوة للمواجهة مع البريطانيين. كان يحيى حميد الدين أيضا عميل للبريطانيين، وهذا ما جاء في الحوار الذي دار بين الشهيد علي بن ناصر القردعي والضابط البريطاني أعتقد اسمه هيملتون في حوالي عام 1938، عندما قال لنا جيت بأمر الإمام ولن أنسحب إلا بأمر الإمام. يريد القردعي أن يتأكد هل هنالك تواصل ما بين يحيى حميد الدين وبين البريطاني، وبالفعل اكتشف القردعي أن هنالك تواصل عندما قال له الضابط البريطاني هيملتون أننا سنأتي بأمر من الإمام لكي تنسحبوا. وبعدها بأيام معدودة جاء الإمام فأدرك علي بن ناصر القردعي أن هنالك تواصل ما بين الاحتلال البريطاني وبين الحكم الإمامي، وكان الاحتلال على مدار التاريخ يستخدم هذه الفئة لضرب الوطنية اليمني، وقال قصيدتها المشهورة قدهم على شور من صنعاء إلى لندن متوحد كلهم سيد نصراني. فكان الفاتح أخي سامي، لكن كان النضج السياسي والقدرات السياسية للإمام الدستوري في تلك المرحلة عبد الله الوزير ضعيفة، وهذا ما أدى إلى فشل الثورة. وكان أيضا لم يتم وضع حسابات أحمد حميد الدين وتحركاته وتحشيداته للقبائل لكي تنجح الثورة إلى الأبد، فكان ينبغي أن يتم التركيز على كل الأذرع العسكرية للحكم الإمامي ولا يترك أحمد حميد الدين ليعيد ترتيب صفوفها العسكرية. فكان هو الفاتح الأول للوطنية اليمنية، وكان الإمام يحيى حميد الدين في وعي العوام إله، كانت تنسج حول الكثير من الأساطير، وكان يقال أن جسده مصروف، يعني والمصروف بالمفهوم الشعبي لا يمسه لا طعن ولا رصاص، وكان إله في نظر اليمنيين. وهكذا الأئمة يقدسوا أنفسهم
كما تصنع الهالة الإمامية. فكان هو الفاتح الأول للوطنية اليمنية الحديثة التي بدأت شرارتها في منتصف الثلاثين وبلغت ذروتها الأولى في عام في 17 فبراير 1948، وكان عبقرية اليمنيين والحركة الوطنية في 48 الذي كان فيها علماء ورموز اجتماعيين كبار، كثير منهم اعدموا وسجنوا، أنهم رفعوا لافتة الدستور. في تلك المرحلة لم يكن في اليمن شهادة جامعية واحدة في اليمن الشمالي في العلوم السياسية أو في علم القانون، وهنا تكمن عبقرية اليمنيين وتطلعاتهم واستشرافهم السياسي ومحاولة إدخال اليمن في ركب الدول الحديثة. طيب بالنسبة لل رواد الحركة الوطنية أيضا كان هناك آخرين جانب علي ناصر القردعي، يعني يفترض أنه ومن المهم أن يعرفهم الناس، هذه نقطة. والنقطة الثانية برأيك لماذا غيبوا هؤلاء الأبطال؟ سأبدأ من النقطة الأولى سامي. علي بن ناصر القردعي هو كان يعتبر الواجهة الاجتماعية للثورة الدستورية، وكانت الواجهة الاجتماعية والعمق الاجتماعي مشارك في الثورة، وبالذات قبائل المحافظات الشرقية، القبائل التي لم تتحلل بثقافة الإمامة. ولا ننسى الدور الأسطوري لقبائل آل حميقان، هذه من القبائل التي كان لها دور وطني كبير عبر التاريخ اليمني، وشكلت وهمشت ولم تعطى حقها في المرويات التاريخية. وكان هناك العديد أيضا من رجالات الحركة الوطنية من علمائها، دعني مثلا أذكر القاضي عبد الرحمن الإرياني، كان من القادة السياسيين للحركة الوطنية. أحمد محمد نعمان المعروف بالأستاذ كان من رموز الحركة الوطنية. عبد الوهاب نعمان أبو الشعر الفضول، وهذا من العلماء الذين أعدموا في سجن بعد فشل ثورة 48. عبد الله الوزير أيضا من الذي أعدموا في ثورة 48. الشاعر الكبير زيد الموشكي كان من الذي من أيضا من رموز تلك المرحلة. الشهيد الزبيري الذي نجا وذهب إلى القاهرة ومن ثم إلى باكستان. عبد الله السلال الرمز الجمهوري الخالد الذي سجن. ومن حسن مقادير اللحظات الوطنية أنه أطلق سراحه بعد تشفع كبير، وكان من قادوا المشروع الجمهوري، والكثير من رموز الحركة الوطنية في تلك المرحلة. لكن عبقرية اليمنيين أنهم حتى وإن انكسروا في مشروع ثورة 48 حضروا من جديد، ثم انتقلوا إلى مرحلة ما بعد الرؤية الإصلاحية، ما بعد الإصلاح الدستوري، فانكسرت الثورة في تلك المراحل ونضج الثوار سياسيا وفكريا، ومن بقى منهم بعد أن اعدم الكثير من العلماء. ثم جاءت الموجة الثانية لتستكمل ما بدأته الثورة الدستورية، ولكن هذه المرة ليس استبدال إمام بإمام، إنما بالحديث عن النظام الجمهوري كنظام يستحقه اليمنيين، وإحياء مبدأ سلطة الشعب والإيمان بالشعب، لدرجة أن العدد الأول في الصحيفة الذي كان يكتب فيه جلالة أمير المؤمنين كتب فيه في الخط العريض جلالة الشعب، تقديس الشعب كأحد كمصدر رئيسي للسلطة في النظام الجمهوري. طيب نرحب بضيفنا دكتور عادل دشيلة، أيضا هو الأكاديمي والباحث السياسي وينضم إلينا من إسطنبول. أهلا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا بك دكتور عادل. هل يحضر الشهيد علي ناصر القردعي في الكتابات والمذكرات السياسية كحضوره في الوجدان الشعبي والشعر اليوم؟ بكل تأكيد، كان القردعي رحمه الله هو مفجر أول ثورة عربية ضد الدكتاتورية في الوطن العربي، خصوصا إبان الثورات الشعوب العربية ضد الاحتلال البريطاني وأيضا الاحتلال الفرنسي. ونحن نعرف أن ثورة أنه عندما أطلق أول رصاصة على الدكتاتور يحيى حميد الدين وأرداه قتيلا في منطقة حجاز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ومنذ تلك اللحظة بدأ الثوار اليمنيون يثورون ضد الإمامة واستمرت. وكانت ثورة 48 هي المقدمة الحقيقية لثورة 26 سبتمبر العظيمة. طيب دكتور عادل، هل هو لهم مساهمات كبيرة أيضا في مجال الشعر والأدب وله قصائد معروفة، هل هناك قراءات أكاديمية وتاريخية لها كواحد من أهم رموز النضال الوطني اليمني؟ طبعا يوجد بعض الدراسات الأكاديمية حول الحركة الثورية وحول الحركة اليمنية بشكل عام، ولكن مع الأسف الشديد تم تغييب يعني الشخصيات البارزة
في الثورة اليمنية وخصوصا في ثورة 26 سبتمبر وحركة 55 وأيضا في حركة 48. ولكن بكل تأكيد ما زالت المكتبة اليمنية تزخر يعني بالكثير من المعلومات عن هذه الشخصيات القيادية التي كانت يعني تعتبر القدوة لأبناء الشعب يعني في شماله وجنوبه. يعني هم هؤلاء هم من ثاروا على الدكتاتورية وعلى الإمامة بشكل عام. ولذلك نحن اليوم ما أحوجنا إلى أن نعيد قراءة السيرة الذاتية لهؤلاء وأيضا دورهم النضالي ضد الإمامة. نحن اليوم بحاجة إلى فتح الملفات وخصوصا فيما يخص التاريخ. نحن بحاجة إلى قراءة حقيقية للتاريخ وأيضا سرد التاريخ بطريقة أكاديمية علمية، لأنه نحن نعرف اليوم هناك محاولة مستميتة من قبل الميليشيات الحوثية لتزييف حقائق التاريخ، وأيضا وكانوا وتحاول الحركة الحوثية اليوم يعني أن تغطي على الحقائق، بل أن يعني بعض أعضاء هذه القيادة إن لم يكن كلهم. طيب دكتور عادل، والذي يعطي فرصة لتزييف الحقائق الآن بعد مرور كل هذه السنوات من الثورة هو التغييب هذه الشخصيات والرموز الوطنية، برأيك ما سر التغييب لهؤلاء الرموز؟ طبعا نحن نعرف جيدا أخي الكريم بأنه أولا يعني كانت وسائل الاتصال يعني مؤسسات الدولة الرسمية وخصوصا الإعلامية والعسكرية وأيضا التعليمية كانت بيد الطبقة الهاشمية السلالية التي كانت تتخفى تحت ثوب الجمهورية. اليوم هناك نحن نعرف جيدا بأن الشرعية اليمنية مخترقة من قبل الطبقة الهاشمية وأيضا الأحزاب والتنظيمات السياسية من يعني كلها مخترقة من قبل هذه التنظيمات. لذلك هناك سياسة محاولة مستميتة من قبل من يتواجدون داخل الشرعية اليمنية بأن لا يكون هناك يعني زرع فكرة الثورة وأيضا يعني زرع يعني تاريخ هؤلاء في وجدان كل يمني. ولذلك لكن أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه بعد يعني بعد المحاولة الحوثية في يعني في العام 2014 حتى اللحظة يبدو أن أبناء اليمن يعني بكافة أطيافه يفهموا ويعني أو فهموا الحركة الحوثية وفهموا الإمامة. ولذلك أنا أعتقد بأنه ستكون السنين القادمة أيضا مقدمة لكتابة التاريخ الحقيقي مرورا بالإمامة يعني منذ أن يعني وجدت في المناطق الشمالية وخصوصا في صعدة حتى اليوم. التاريخ لا يمكن أن يزور، وهناك من يكتب يعني التاريخ بطريقة أكاديمية وعلمية، ونحتاج إلى تدريس هذا التاريخ لأجيالنا في المستقبل. أشكرك جزيلا دكتور عادل دشيل الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول. التاريخ لا يمكن أن يزور كما يقول الدكتور عادل، لكن السنوات مرت من عمر اليمنيين ومن عمر الثورة، وكثير من الناس ربما لا يعرفون هؤلاء الرموز، وأيضا الآن هناك محاولات لتشويه هذه الحقائق وربما قد تنجح وقد يصدقها البعض. السر برأيك لماذا؟ دعنا نكون صريحين أخي سامي، الكل بلا استثناء من قوى سياسية، من نظام سابق، من سلطات مباشرة وغير مباشرة، من كهنوت ديني أسهم في تغييب الوعي الوطني الجمهوري لدى أبناء اليمن، وهذا خدم الإمامة بشكل مباشر أو غير مباشر، أنه لم يجعل اليمنيين محصنين بالفكر الوطني الجمهوري. فقبل أن تسقط الجمهورية كمؤسسات ومعسكرات وسقوط مادي، كان النظام والقوى السياسية قد ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في إسقاط الجمهورية فكريا ونفسيا ووجدانيا، وها هي الآن تبعث من جديد. أين تاريخ الحركة الوطنية في منهج الدراسة؟ لا شيء، لا شيء بالمعنى الكبير. أين تاريخ الحركة الوطنية في خطاب وأفكار الأحزاب السياسية؟ لا شيء. هل الفكر السياسي والمنهج الفكري للقوى السياسية الذي هي مؤمنة بالمشروع الجمهوري هو تراث الحركة الوطنية؟ لا، نكون صريحين، هنالك من ينادي بالأممية الاشتراكية، وهنالك من ينادي بالعروبة، وهنالك من ينادي بالأممية والخلافة الإسلامية، لكن لا أحد بنى منهج فكري قائم على الفكر الوطني الذي سيكون مقدمة
للدولة الوطنية الحديثة. وبالتالي التعويل اليوم هو على اليمنيين، على الناس العاديين الذي بدأوا يلتفوا حول رموزهم، وهؤلاء أغلبهم لا يتبعوا مؤسسات، هؤلاء دافعهم وطني، شعروا الحراك الفكري المتعلق بالهوية اليمنية والمتعلق بالفكر الجمهوري. لو نفتش ونتابعه سنلاحظ أنه توجه شعبي بدون إسناد لمؤسسات، باستثناء المؤسسات التي تنتمي إلى الهوية اليمنية والتي تدرك يعني من بينها هذا البرنامج مثلا على سبيل المثال، وإعلاميين وباحثين دافعهم الأساسي الدافع الوطني. وهذه هي فرصة كبيرة إنه اليمنيين إذا لم نستفيد من 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 الدرس هذا، يعني دعني أقول لك يا سامي، الحوثيين واللوبي الهاشمي داخل الأحزاب السياسية وداخل الكيانات إذا كان بدأ يشوه تاريخ الحركة الوطنية، رموز الحركة الوطنية من بينهم علي بن ناصر القردعي، ونحن لازلنا في مراحل حرب ولم يثبتوا سلطتهم، فكيف لو ثبتوا سلطتهم ما الذي سيعملوه؟ ما الذي سيجرفوه في 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 تاريخ الهوية اليمنية؟ من السبب؟ السبب كل القوى السياسية بلا استثناء، وفي مقدمتها النظام السابق الذي طمس تراث الحركة الوطنية، مناهج التعليم الذي كانت مخترقة ولم تؤسس لفكرة الحركة الوطنية. هؤلاء الرموز، علي بن ناصر القردعي المؤسس الأول للجمهورية، عبد الله السلال، عبد الله البردوني، مطهر بن علي الإرياني، أحمد محمد نعمان، رموز الحركة الوطنية في الجنوب، هؤلاء يجب أن يكونوا أيقونات في مناهج الدراسة في العملات الوطنية لكي لا تسقط طيب الوطنية من معين الناس. أريد أن أستغل آخر دقيقتين في وقت هذه الحلقة لنستحضر معا وتستحضر بعض من قصائد القردعي الوطنية، وأيضا إمكانية أو فكرة أنه هذه القصائد هل يمكن أن تسهم في توجيه الرأي العام الآن نحو القضية الرئيسية لنا؟ ليس تسهم في تشكيل الوعي العام، بل ستسهم في بناء الوجدان اليمني الحر. هذا الرجل شاعر أسطوري، لديه من الصور الشعرية والرمزيات ما يجعلك تقف دهشة أمام هذا الرجل في تلك المرحلة. دعني بس أذكر لك رمزية المساجدة التي دارت بينه وبين الإمام والتي هي مشهورة، أصبحت طيب جزء من الشعر. بها تفضل. لما قال لما بدأ الإمام، وأنا لا أتوقع أنه الإمام، ربما شاعر آخر، لما قال: لا يطير مهما طرت في جو السماء، لابد ما تنزل رضا ولا صمين، من فين بتشرب إذا جاك الظما، وإن قلت ريشك يخزن الماء مستحيل. فرد عليها القردعي بإحساس اليمني وكبرياء وشموخة، فالقردعي أسد في ملامحه وفي شعره، قال: الطير إذا قطار عجز من رمى، ونمد ريشه يعبر الخط الطويل، هل شي بعلمك طير قد صاب عمى ولا بنى عش على عابر سبيل. تحس كبرياء اليمني وشموخه وخيالها الشعري العبقري في هذا المساجر الكبير. وهنالك العديد من القصائد، والمشاهدين الكرام انا ادعوهم ان يدخلوا الى جوجل والى اليوتيوب وبالذات الشباب ليعرفوا هذا الرمز الكبير علي بن ناصر القردعي. أشكرك جزيلا محمد المقبلي الكاتب والناشط السياسي، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه الحلقة التي خصصت من برنامج المساء اليمني للاحتفاء بالشهيد علي ناصر القردعي البطل الجمهوري ومطلق الرصاصة الأولى كما كان في عنوان هذه الحلقة في وجه المشروع الإمامي. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني. الرحمة والخلود لشهداء الجمهورية ولكل شهداء الوطن في أمان الله.